السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اصدقاء نور البيان اهلا بكم من جديد وفيديو جديد وبشره ساره لطلاب العلم الروحاني تعلن قناه نور البيان عن بدء الدوره التعليميه الجديده خلال الدوره بامر الله هنتعلم ازاي اقرا اوراد بطريقه صحيحه وازاي احضر خدمات من الاوراد باسهل طريقه وفي اقصر وقت ممكن هنتعلم استنزال خدمات من القران الكريم هنتعلم في الدوره طريقه عمل رصد فلكي مناسب لكل شخص وحساب الطبع الخاص والبرج الخاص بكل شخص وهنتعلم من الأوفاء وفق مثلث ووفق مثلث خالي الوسط ووفق مثلث محلول ووفق مربع وكمان وفق مخمس كامل ووفق مخمس خالي الوسط ووفق مخمس ياسين وطبعا كلنا نعرف الأوفاء وقوتها الروحانية الجبارة في تنفيذ الأعمال الروحانية وفي العلاجات كمان هنتعلم أكتر من طريقة للكشف عن الأشخاص والكشف عن الأسحار زي كشف الأطر وتلبيس الكف بالقرين وتحضير عامر المكان على كف اليد وغيرها من الكشوفات القوية جدا والسهلة بالنسبة للمبتدئين بأمر الله بعد كده هناخد أكتر من طريقة مجربة لعلاج الأسحار والمس والمس العاشق سواء كنا هنشتغل بالأوفاء أو بالتغطيل أو كمان بطرق روحانية بآيات وصور من القرآن الكريم هنتعلم استحضار مادة السحر المدفون والمعلق في الهواء حتى ولو كان من فترات زمنية بعيدة كمان من ضمن جدولنا فوائد الحروف ومعروف طبعا ان كل حرف من الحروف له ومعروف طبعا ان كل حرف من الحروف له اكثر من فائده سواء كنا هنشتغل به منفردا أو مجمع مع غيره من الحروف وكمان الأسماء الإدريسية وطاقتها الجبارة في العلاج هيكون ليها مكان في الدورة معانا بأمر الله وتحقيق المطالب وهندرس الأربعين اسم بفضل الله سبحانه وتعالى وكمان من الدعوات هيكون معانا الدعوة البرهتية الصحيحة هنبدا بالاستفتاح ثم الاسماء والزجر وهناخد تصاريف الدعوه كامله ورياضتها كامله بفضل الله وتصاريف ومعاني كل اسم من الاسماء على حده وهنتعلم اكتر من طريقه صحيحه لروحانه الخاتم والسبحه بايات وصور من القران الكريم وايضا بالاوفاق وكمان هنتعلم اكتر من طريقه لرد الظلم على الظالم والانتقام من الظالم وايضا اكثر من طريقه لتزويج البنت البائر والمتعطله عن الزواج